بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده هندخل محل مظلوم كده، يعني هو محل صغير مظلوم بس فيه كل حاجه العروسه محتاجاها، تمام؟ فيه كل الرفايع ان العروسه ممكن تنساها وهي بتجهز، فيه كل حاجه محتاجاها اي ست بيت، تمام؟ يعني هتدخل المحل هتاخدي كل الرفايع اللي انت محتاجاها، مش هتنسي اي حاجه خالص. في حاجات ما كنتش متوقعة ان هي موجودة هنا. المحل ده مظلوم جدا، محل صغير موجود في عمارة الشرق في كفر الشيخ، تمام؟ هنشوف مع بعض، هنتفرج كده ونشوف مع بعض، خليكم معايا. زي ما انتوا شايفين ده عمارة الشرق في كفر الشيخ، وادي المحل، محل صغير اهو، تمام؟ هنبتدي بقى. هو فارش حاجات كده في الشارع، ادي طقم توابل. ممكن اعرف طقم التوابل ده بكام؟ طقم التوابل ده 60 جنيه. شايفين طقم جميل جدا، انا بدور عليه بصراحه من زمان اهو، سعره 60 جنيه. يلا ب 10 في كمان تصاد على قد بيضه واحده، ان شاء الله حلو قوي اهي. الطاسه دي ب 10 جنيه، حلو قوي. كانك اهوت كوبايات، ده بتاع رخام، دي 5 متر ب 25 جنيه. 5 متر ب 25 جنيه، تمام. وده طقم حلل الثلاجة، 3 ب 15، رخيص خالص يعني، في متناول ايه الجميع. ده صفايات حوض، صفايات حوض اهي، تمام. بانيو عجين، ده بقى كنت بدور عليه بصراحه من زمان، ده للبيبي صح؟ بانيو البيبي الصغير، بانيو الاطفال، حلو قوي بصراحه، عجبني ده بجد. موجود في المحل كل حاجه انت محتاجينها، يعني العروسه هتدخل تجهز مش هتنسى اي حاجه خالص من جميع الرفايع اللي اي عروسه ممكن تنساها. وادي مضرب كمان الناموس ما شاء الله عليه، وكمان طقم توابل اهو شكله حلو قوي اهو. بقيت طقم التوابل ده لو سمحت، بقيت طقم ده ب 50، حلو قوي. يعني هو مش ان تقولي بلاستيك او كده، لا ده هو ايه، ازاز كده، تمام. شايفين بقى لفت نظري الكبه اليدويه دي اهي، هتغنيكي طبعا عن الكهرباء، الكهرباء قطعه كده، دي حلوه يدويه اهي، فيها السكاكين ما شاء الله، فيها 3 سكاكين اهي، انا هوضحها لكم اكتر اهي، فيها 3 سكاكين، كهرباء قطعه كده، عمليه جدا. دي سعرها 60 جنيه، تمام. حلوه بتقيس كده وتشتغلي بقى، حلوه قوي. وفي هنا برضو مفرمه يدويه، دي ولا ايه؟ بجد الحاجات دي اول مره اشوفها، دي تالي مفرمه يدويه اهي. دي مفرمه بتاع الشيبسي خضار كده، سعرها 120 جنيه. ودي كمان طقم توابل، وادي شياله اهي حامل. شوف الكولمان الصغير ده، حلو قوي. اللي بيدور بقى على منظمات الثلاجه، هنا منظمات اهي جميع الاشكال، طبعا دي عمليه جدا وحلوه قوي للثلاجه اهي. طبعا الكل بيسال على اسعار المنظمات، بايه اسعار المنظمات دي لو سمحت؟ جايه ثانيه واحده وجايين معاك.
شكلك حلو بصراحة. فين ده طبعا؟ هي تغسلي بقى الخضار، تغسلي بقى مثلا السمك، الفراخ كده وانت بتنضفي، لا مش الفراخ، مثلا بط حاجة زي كده، تستحمل الفرشة اهي. معلقة الايس كريم اهي، اللي بيدور على معلقة الايس كريم، معلقة الايس كريم موجودة هنا اهي، تمام. ده عصارة ليمون، جاروخ صغير ده حلو قوي، الجاروخ الصغير ده على فكرة شايفينه، ودي مساحة برضو الازاز كده الرخامة، تمام. بصراحة حاجات حلوة. في بقى اطقم تلاجة اهي، كذا نوع، ادي النوع المربع في الاربع وحدات في بعض. جنيه القطعة ب 5 جنيه، مش عارف تنقي مشكلتك. القطعة ب 5 جنيه دي هروح لها دلوقتي ان شاء الله، في كل حاجة 15 يعني على شتا كمان شهر جنيه 35. القطعة ب 5 جنيه تقول لي مش عارف انقي، اقول لك دي مشكلتك برضه، اقول لك اي كلام ده اي كلام. معلقة الايس كريم بكام لو سمحت؟ 25 جنيه معلقة الايس كريم. شايفين بقى اللي بيدور على الام، طعم البنان دي، بتاع بلح الشام والتزيين التورتة موجود هنا برضه اهو. هراسة وعجلة هيت، بصات كذلك، سكاكين، كل حاجة موجودة هنا. دي قطعة التفاح، دي مسنن سكاكين اهو. ان شاء الله كل حاجه موجوده هنا. وهرسه التوم اهي، دي هرسه التوم اهي، كل حاجه ما شاء الله موجوده، مش هتنسى اي حاجه لانك هتلاقي كل حاجه قدامك. يعني الحاجه اللي انت ناسياها تفتكريها، حاجات يعني ما كنتش تتوقع ان هي تكون موجوده، موجوده وكل حاجه موجوده هنا. هنا ما شاء الله اهو، ضرب سيليكون اهي، ما شاء الله. محل صغير بس فيه كل حاجه، لا ما شاء الله، يعني كل حاجه موجوده اهو. بصوا انا بصور كل حاجه قدامكم، انتوا شايفينها اهي، دي كبة اهي، تمام. كل حاجه موجوده قدامكم اهي، ده ما شاء الله يعني. هادي الصواني، هادي المناخير اهي، هادي الصواني حلوة، دي جوانتيات للمطبخ اهي. بصوا بقى دي اللي انا بدور عليها من زمان، لقيتها اخيرا لقيتها اهي. دي اللي هعمل لكم فيها الايس كريم ان شاء الله باذن الله اهي،
قوالب الايس كريم، هي الواحده فيها اربعه اهي، الثانيه اربعه اهي، تمام. دي بقى والله بدور عليها من زمان كنتش لاقياها، يعني الحاجات اللي انا ما كنتش بلاقيها ما شاء الله هنا كل حاجه موجوده اهي. شايفين الطقم ده؟ وطاسات ما شاء الله، وكانك وكل حاجه موجوده اهي، مكتبه. شايفين الحافظ الصغير ده؟ في مج كمان اهو صغير. اول الايس كريم بكام؟ كنت بدور عليها بصراحه من زمان. طيب ماشي، انا هاخد واحده من دي، هاخد واحده اعمل فيها لاولادي ايس كريم، تمام. لفه تاني على السريع كده، الصغيرة الحلوة دي بسرعة ناخد منها. كده اكون خلصت جولتي في المحل، يا رب تكون عجبتكم الجوله، ولو عايزين جولات من دي كتير اكتبوا لي في الكومنتات، ولو عايزيني برضو اظهر معاكم كتير برضو اكتبوا لي في الكومنتات، يا رب بقى يكون اول ظهور لي عجبكم، ويا ريت يعني اشوف تعليقات حلوه، لو عايزين تشجعوني اللي انا اظهر لكم على طول شجعوني اكتبوا لي في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو يا ريت تضغطي لايك وتشتركي لو انت مش مشتركه معايا، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديده المميزه ان شاء الله باذن الله، وانتظروا مني مفاجات حلوه في الفيديوهات الجايه ان شاء الله باذن الله. اسيبكم في رعايه الله وأمان.